طيب حاولوا بقى، جابوا لنا كريم يعني بيطمنوني دلوقتي ان خلوني اطمن حضراتكم ان الحمد لله الفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بالكامل وصلت الى فندق الاقامه في مقر الاقامه. دلوقتي بقى شويه امور هيطلعوا اكيد يتعشوا ويلموا الشنط وكل حاجه، وبعدين يتجهوا الى المطار. هنجيب برضو زميلنا كريم احمد من الخرطوم برضو يطمننا على، بس هي طبعا الاتصالات وحشه جدا، لكن هنحاول ان احنا نجيب زميلنا كريم احمد علشان يطمننا اخيرا على بعثه النادي الاهلي بعد وصولها الى فندق الاقامه. بس النادي الاهلي وصلت الى فندق الاقامه بالكامل الحمد لله، دي الخطوه الاولى. ان شاء الله اللعيبه تطلع تتعشى وبعد كده بقى يتجهوا الى مطار الخرطوم.